المقولة مساحاتنا الصباحية هي المساحة الطبية. اليوم تحديدا رح نحكي عن ناحية جلدية وهي تصبغات الجلد، الحالة المزعجة اللي ممكن تسبب ظهور بقع داكنة أكثر من لون الجلد الطبيعي. اليوم بدنا نعرف شو أسباب تصبغات الجلد، الطرق الصحيحة لعلاجها، وأكيد الجواب رح يكون مع ضيفتنا الدكتورة وهيبة ويليام سليمان، أخصائية بالأمراض الجلدية وعلاجها. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا لكم. صباح الخير دكتورة. يعني بالبداية خلينا نحكي عن شو هي التصبغات وشو سبب منشأها. هلا التصبغات الجلدية هي في كثير أسباب لها، فنحن الصباغ بالجلد هو ممكن أكثر سبب له هو صباغ الميلانين. الميلانين بينفرز من الخلايا القاعدية، هي أعمق طبقة بالبشرة. نحن الجلد عبارة عن بشرة وأدمة، فالطبقة العميقة من البشرة هي فيها الخلايا الميلانين، معدل خلية كل 10 خلايا قاعدية. هالخلية الصباغية هي اللي لها استطالات عم تفرز الميلانين، فالميلانين هو أهم سبب، بس في عندنا كمان الهيموغلوبين، الكاروتين، كلها هي أسباب تعطينا تصبغات بالجلد، بس الميلانين هو المسؤول عن الصباغ الأسود اللي بنشوفه كثير، اللي عبارة اللي بيساوي لنا ممكن الكلف، النمش، التصبغات التالية للالتهاب، ممكن مثلا بعد حب شباب، اي رد ممكن يصير عندنا تصبغات. الرد ممكن يخلي هالخلايا الصباغيه اللي كانت عم تفرز استطالاتها بالبشره، الرد يخليها تفوت لجوا للعميق وبيصير عندنا تصبغ عميق، وهذا علاجه اصعب. دائما لازم نميز بين التصبغات اذا كانت سطحيه او عميقه مشان العلاج ومشان نتابع المريض بالعلاج. نعم، طيب يمكن كثير في خطوات لحمايه الجلد من التصبغات، خاصه نحن مقبلين هلا على شهر حار هو شهر الصيف. اكيد هلا اكثر فتره ممكن يصير عندنا تصبغات الانتقال من الشتاء للصيف، انه ما بيكون منتبه الواحد. صحيح. حتى بالشتاء نحن يعني ضروري جدا واقي الشمس، فواقي الشمس ضروري مو بس انه وقايه من الشمس، وقايه من الاضاءه. مثلا عندنا هلا بالاستديو هي كلها الاضاءه بتاثر، ضوء الموبايل، الكمبيوتر، كله ممكن يساوي لنا تصبغات، فبدنا ندير بالنا كثير. طبعا بدنا نعرف شو اسباب التصبغات، اكثر شيء قلنا الشمس، كمان في عندنا عوامل هرمونيه، مثلا الحمل، حبوب منع الحمل الهرمونيه، حتى اللوالب الهرمونيه، كلها اللي في عندنا اسباب هرمونيه ممكن تساوي لنا تصبغات. فلازم قدر الامكان وقت نشوف انه هي السبب فلازم نحاول بعد عنها. في امراض يعني الكلف ما عاد مرض هو بس مرض جلدي تجميلي. صحيح. في كثير امراض ممكن تترافق معه المبيض متعدد الكيسات، المقاومه على الانسولين، لانه الهرمونات لها تاثير كبير. فبدنا ندرس المريض ككل، كل مريض له حالته الخاصه وعلاجه الخاص، بدنا ننتبه كثير للعلاج. يعني الكلف السطحي غير علاجه الكلف العميق، ممكن بالعكس اذا مثلا سوينا طبقنا ليزر على كلف سطحي بنحوله من كلف سطحي لكلف عميق، هذا اللي عم يصير كثير عندنا بهالمراكز المنتشره وقت ما يكون في طبيب اخصائي يعرف يعالج هالحالات. نعم. طيب دكتوره خلينا نعرف كيف نقدر نفرق بين هي المشاكل، وخصوصا نحن اليوم عم ناخذ منك مثل ما بيقولوا الكلام الاختصاصي، بظل طبعا وجود مراكز كثير للتجميل، محاولات دائما بنقرا عن طرح حلول مثل ما قلتي ليزر وغيرها من حلول خياليه، الواحد حلول خياليه حتى صرنا نسمع كمان عن مراكز عم تقدم توحيد لون بشره، فونديشن للاسف عميق، فونديشن انه بيعمل لك لون بشره لون واحد، قد ايه هي القصص ممكن هي اكيد انه نحن نعطي لون للبشره كامل، قد ايه ممكن يكون لها تاثير سيء؟ اكيد ما في شيء يعني لا يموت للواقع بصله انه نوحد لون البشره او انه نعطي لون واحد للبشره، البشره يعني ما فينا نغير، نحن انماط الجلد عندنا نمط واحد لنمط سته، نمط سته هو النمط اللي بنشوفه عند الزنوج، والاربعه خمسة البشرة الغامقة. فلحنا أنا ما فيني مثلا أنقل أنا من نمط خمسة لأنقل للنمط اثنين، هذا غلط. لحنا فينا نعالج التصبغات اللي صارت وعلاجها كتير صعب. يعني لحنا مريض الكلف يعني كأطباء بنهكل همه أكثر من أي مرض جلدي، لأنه ممكن نعالج ويتحسن المريض، نطبق العلاجات سواء موضعية، كريمات، حتى الطرق الثانية، بس طلع على الشمس ربع ساعة كل شيء اشتغلنا رح يروح. فكتير بدنا ننتبه من هالناحية، الوقايه هي اهم شيء. عن دائما مثل ما بنقول درهم وقايه خير من الف قنطار علاج، لانه الوقايه اذا ما سوينا وقايه رح يرجع الكلف. فالوقايه بتكون استعمال واقي شمس، عامل الوقايه بده يكون 50، بده يكون شركه جيده. يعني للاسف هلا مثل المتممات الغذائيه الواقيات الشمسيه اكثر معامل عندنا، ومو بس عندنا يعني سواء بدول الخليج وغيرها، انتاج يعني كثير وما كله فعال. بدنا ننتبه منيح نحن الواقي الشمس ناخذه من قبل الطبيب، نعرف شو المواد، يكون الواقي فيزيائي بالدرجه الاولى، معلي لو مزعج، لو عم يعطي لون طبقه سميكه، يعني هذا مثل عم يعملنا
حاجز بيقي من انه يوصل الضوء للبشره ويساوي لنا التصبغات. وبالاضافه طبعا فينا نضيف مواد كيماويه، اهم شيء انه يكون من قبل الطبيب. كل مريض له واقي شمس خاص فيه، يعني مثلا البشره الجافه غير البشره الدهنيه. البشره الجافه اكيد لازم نحط لهم مطري قبل واقي الشمس حتى نقدر هالواقي ياخذ مفعوله ونقي انه توصل الاشعه فوق البنفسجيه. مثل ما بنعرف الاشعه فوق البنفسجيه مو بس تصبغ جلد، في عندنا شيخوخه جلد، التجاعيد، وبالمراحل المتقدمه ممكن يصير عندنا حتى تقرانات ضيائيه وبعدين سرطانات جلديه. نعم، يعني عم نحكي على موضوع يمكن هلا اغلب النساء عم يعانوا منه، حتى بعض الشباب، لكن دائما المراه بهمها انه تكون باجمل يعني وصحه جلدها ظريفه. خلينا نحكي عن انواع التصبغات الجلديه. عم نلاقي كثير من الحالات الغريبه هلا منتشره جدا، يمكن المعروف منها اكثر شيء البهاق، هل هو كمان نوع من انواع التصبغات او الهالات السوداء اللي كثير عم نشوفها عند النساء تحت العين او مثل ما قلنا تحت الهواء النماش اللي هو موجود وبيكتر اكثر شيء بالصيف؟ هلا النماش هو يعني ممكن الوراثه له دور اكثر، الاستعداد العائلي، وطبعا الشمس اكيد بتساعد، وعلاج النماش اسهل، النقط الصغيره ممكن نساوي له ليزر. اما الكلف لا، اذا ما عرفنا مضبوط نوع الكلف، بالعكس مثل ما قلنا الليزر او الديرمابين او المعالجات انه اللي عم تساوي لنا تخريش، بالعكس بتساوي لنا تصبغ اكثر، للاسف هذا كثير عم نشوفه بتزيده. ومثل ما قلنا ما في شيء انه يعطيني يغير لي لون البشره، كثير في دعايات انه ابر بتنعطى بالوريد، ابره الجلوتاتيون وغيرها، يعني هي اكيد ما مسموح فيها، لانه صح ممكن تفتح بس ممكن اضرب الكليه، ممكن الغدد كلها تتاثر. فموضوعي ممكن وباشراف طبي ممكن اساوي ابر بلازما، ابر ميزو لحد معين، ما في شيء سحر، ما ناخذ كثير على الدعايات اللي بنشوفها كثير على وسائل التواصل الاجتماعي، فكثير بدنا ننتبه لهالشغلات. البهق بعكس الكلف، عندنا نقص بالخلايا الصباغيه، يعني ما في عندنا انتاج لهالخلايا الصباغيه، بقع بيضة. البهق يعني بلاد برا ما كتير بيعتبروه مرض، ولا بيعدي، لا في عنا هالوسوف، بس عنا الجلد أبيض حليبي لون الجلد. فطبعا في علاجات كتيرة، بس كمان ما في شيء سحر، خاصة إذا كان منتشر. إذا كان منتشر ممكن بعض الحالات إنه مثلا يكون بقيان بقعتين ثلاثة فيها تصبغ، هي ممكن نزيلها، بس في ادويه من نزيله وحتى ممكن الليزر، بس كله له تاثيرات جانبيه، يعني ما كثير انه نكون انه نفكر انه الدواء رح يطيب الكلف او البهق بيوم وليله، لا، العلاج بده اشهر وسنين مدى طويل. كمان دكتوره بنسمع هلا كثير مثل ما حكيتي على وسائل التواصل الاجتماعي خلطات طبيعيه، استخدمي هاي الخلطه بيختفي النمش من وشك، او استخدمي هاي الخلطه بصير وشك لاته بلون واحد. مدى فعاليه المواد الطبيعيه ومين بيقدر يستخدمها؟ يعني هل كل حدا عنده مشكله بالجلد ممكن يستفيد من المواد الطبيعيه ولا لا؟ اكيد لا، نحن النباتات والاعشاب، اكيد نحن في نباتات واعشاب ممكن تستخدم بالادويه، اما انه المريض لحاله يحطها لا، لازم تكون تراكيز معينه وباشراف معامل مختصه. يعني هي الكريمات اكيد ما بتفيد، يعني وخاصة هلا في كثير عالم انه بيعرفوا انه في عندنا خلطة او تركيبة كليكمان هي فيها كورتيزون، فيتامين ار حامضي، والهيدروكينون. الهيدروكينون كثير دواء فعال، ولهلا يعني هو الادوية الفعالة بين 2-4% وحتى في 5%. وفي عندنا فيتامين ال حامضي كمان كثير بيفيدنا. فيتامين ال حامضي هو بيساوي لنا تقشير لسطح البشره، فبيخلي انه المواد المزيله للتصبغ تفوت. هو نفسه فيتامين ال حامضي بنستخدمه بالكلف، بس طبعا موضعي. بس الخلطه الثالثه هي الكورتيزون. الكورتيزون هو صح بيساوي نقص تصبغ، ممكن نحن اذا مرهم معمول بتركيز معينه نطبقه في كورتيزون، بس للاسف هلا بالمراكز او العشابين انه بيستخدموا هالكورتيزون بالدرجه العاليه، الدرجة الرابعة، اللي ممكن تساوي لنا كثير تأثيرات جانبية. طح بتويد الوجه، بتحسي الكلف راح، بس بعد فترة بنشوف صار نقص تصبغ زيادة، توسع أوعية، واللون الوعائي يعني كثير هلا عامل بأنه يزيد الكلف المركب الوعائي، إنه في كثير ناس في عندهم حساسية الجلد، بس يطلعوا الشمس بيحمر جلدهم أو بياخذوا أدوية كمان بتساوي لنا حساسية ضيائية، هدول كله بعدين بده ينقلب لكلف. فننتبه كثير ما ناخذ كل شيء إنه عم ينكتب وواحد يستعمل دواء جارته، فأكيد لا.
فمثل ما قلنا اهم شيء واقيات الشمس ننتبه كثير، يعني الواقي يقي ما بيمنع، يعني مو انا حطيت واقي شمس اقعد بين الساعه 12 لل 4 واخذ راحتي، اكيد لا. هي الفتره يعني قدر الامكان ما بدنا نقعد فيها، واللي عندهم كلف ونمج لازم يحطوا واقي الشمس، ينعاد كل ساعتين كمان دعايات انه واقي الشمس بيضل 24 ساعه، اكيد ما في شيء، انه اكيد مع التعرق بده كل ساعتين ثلاث ساعات لازم يتجدد. ومثل ما قلنا ممكن نحط مرطب، ولازم ننتبه هلا بوجود كورونا كمان هالكمامات ما نحط الكمامه السوداء، السوداء بتفوت الشمس، دائما ننتبه انه ما عليه كمامه بيضاء تكون واسعه تغطي لنا كل سطح الوش الخدين، فهي كثير بمعامل مساعد، وطبعا بده يكون تحت واقي الشمس، دائما الملابس الفاتحه ما نلبس شيء غامق يمص لنا الشمس، في ناس عندهم تصبغات حتى على ايديهم النمش على ظهرهم على صدرهم، فملابس فاتحه نحطها اي وقدر الامكان ما نتعرض للشمس بوقت الذروه. نعم دكتوره، يعني كثير من العادات الخاطئه اللي ممكن انت عم تلاحظيها عند البعض بالعنايه بالبشره، وخاصه مثل ما بنعرف صار في طرق سريعه جدا لتجميل البشره، لكن بالنهايه البشره الجيده والصحيه بدها طرق عنايه، فينا نحكي عن طرق العنايه وشو العادات الخاطئه اللي ممكن تصححي لنا اياها؟ هلا اهم شيء نحن بالكلف بالاول كنا نشوفه كثير عند الارياف، ولا طبعا ما زلنا اللي دائما بيشتغلوا بالارض بالدساتين وبالارض، بس هلا بوجود التلوث بالمدن صار كثير كمان عم نلاحظه عند اهل المدن، وطبعا بانسقاب طبقه الاوزون ما عاد فيها الحمايه، صارت الاشعه فوق البنفسجيه عم تعبر بشكل اسرع، فبننتبه انه دائما مثل ما قلنا الصبح بدنا نغسل وشنا، نغسل من اثار التلوث، والمساء اكيد المساء مع الصابون للبشره او لا؟ ممكن نستعمل صوابين او غسول حسب نوع البشره، البشره الجافه اكيد ما راح تطلع لنا غسول للبشره الدهنيه، لازم يكون في مرطب، وهلا في كثير ادويه او صوابين مخصصه للبشره الجافه، الدهنيه لا، بدي احط انا غسول للبشرة الدهنية خاصة المساء مشان وقت عم غسل شيل كل هالتلوث وهالمفرزات اللي على سطح الجلد، بعدين فيني أنا أحط مركبات التقشير الكيماوي تراكيز خفيفة فينا نحطها بالبيت، جلايكوليك أسيد، وفي كتير ممكن الحمد لله أزيليك ومواد ثانية بنحطها كطبقة أولى، فهي بتفوت وبتخلي بعدين الدواء، فينا نحط دواء التصبغ بعد نص ساعة ساعة بفوت بشكل أسرع، فهي أهم شيء إنه نحن المساء نغسل وشنا منيح بالغسول المناسب للبشرة، وبعدين نحط ممكن مقشر تقشير كمان بينوصف من قبل الطبيب، وبعدين دواء التصبغ، وبالصبح كمان فينا نغسل طبعا تغسيل بسيط ما كثير كمان خاصه البشره الجافه، لانه اذا غسلنا كثير عم نساوي تخريش وممكن ننزع الطبقه الدهنيه اللي بتساعد بحمايه الجلد، بنحط مطريات خاصه بالبشره الجافه، المطريات كثير بنصر عليها، وبعد ما بقى واقي الشمس واساليب الوقايه اللي حكينا عنها. يعني معلومات كثير اليوم قدمت لنا اياها دكتوره، بدنا نشكر وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي قدمتيها، شكرا لك. شكرا كثير للاستضافه، شكرا لوجودك معنا دكتوره، شكرا.